كما حرم فريق وداد تيليمسان ضيفه أهل البرج من الاقتراب من أصحاب المقدمة بعد أن سحقه بخماسية لهدف واحد. فوز وضع الوداد في الصف الحادي عشر بثلاثين نقطة، فيما تراجع الأهلي إلى المركز الخامس. هذا وقدم اليمين بغرار مدرب أهل البرج استقالته، أو أعلن استقالته مباشرة عقب اللقاء. جو فيليسيت لي جوار، نهنيهم ونهني الجمهور تاع وداد تلمسان، لان المقابله هذه شفنا فريق ادى مقابله كبيره، اداء كبير، حجم كبير، فرص كبيره ولا كثيره من التهديف، واللاعبين كانوا حابين باش يقوموا بهذه المقابله وقاموا بها. سجلنا خمس اهداف، نظن هذا راجع للمدربين واللاعبين اللي كانوا كونسيون بهذه المسؤوليه اللي كانت علينا. هذا فريق وداد تلمسان فريق عريق، الوضعيه تاعو هذه ما نورمالمون يلعب في القسم الاول ويلعب الالقاب. انا نظن اليوم اليمين بغراره راه منسحب يعني من تدريب اهلي برج بوريليج، اللي نطلبوا منهم السماح من انصار خاصه الاوفياء. انا نظن اني قدمنا الشيء اللي نقدروا عليه. يعني نشكروا ايضا الناس اللي كانوا قراب الفريق، اللي قدموا الاعانه، اللي قدموا المساعده. نظن اني اليوم يعني الفريق اهلي برج بوريليج يستاهل تسيير احسن، يستاهل يعني رجال يكونوا واقفين مع الفريق.